ونربط الاتصال بالأمين الوطني ومدير ديوان الاتحاد الوطني للتجار والخرافيين السيد عصام بدريسي. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة الشروق. شكرا لك بداية على تلبية هذه الدعوة. إذا مثل ما تابعت معنا في هذا التقرير للزميل نصر بن الطاهر، وزارة التجارة تطلق حملة تخصيصية لفائدة التجار المتنقلين، حملة تهدف إلى تقنين نشاطهم وإدماجهم في التجارة أو المنظومة التجارية الرسمية. ما هي فائدة اليوم تقنين هذه النشاطات التي أعلن عنها المركز الوطني للسجل التجاري، تضم 120 نشاطا، بالنسبة لهؤلاء التجار الناشطين في هذه الأنشطة؟ نعم، هي مبادرة بالغة الأهمية، وكنا قد طالبنا بها من شأن هذه المبادرة أولا أن تساهم في تأطير التجارة الموازية، أولا كذلك خلق فرص للشغل، وكذلك إدماج التجارة الموازية في التجارة الرسمية والحقيقية. أكثر من 120 أو حوالي 120 نشاط سيتم أو هي مسخرة لكل الشباب من أجل القيد في السجل التجاري، وبالتالي قد تم سحب كل الشروط السابقة بما فيها البطاقة الرمادية وغيرها. وبمجرد تقدم الشاب أو التاجر غير الشرعي إلى أو أي شخص إلى المركز الوطني للسجل التجاري، بمجرد القيام بإظهار بطاقة تعريف وطنية سيتمكن من الحصول على سجل تجاري يمكنه من ممارسة نشاطه بطريقة قانونية وشرعية. نعم، نتكلم دائما عن أهمية هذا الإجراء، عن أهمية أن يكون الناشطون في هذه 120 نشاط مقترح من المركز الوطني للسجل التجاري أن يمارسوا نشاطهم بطريقة قانونية عوض البقاء في السوق السوداء. ولكن هذه المبادرة قلت أنها بالغة الأهمية، ستعطي نوع من الطمأنينة، نوع من السكينة لدى المستهلك الجزائري. يمكن للمستهلك المواطن الجزائري أن يتحصل على خدمات عن طريق التجار المتنقلين الذين هم حاصلين على سجل تجاري في منزله. هذه القائمة تضم بالإضافة إلى النشاطات العادية للتجارة التجزئة، تضم كذلك مجموعة من الخدمات بما فيها ميكانيكي، مصلح الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن الجزائري. كذلك هي فرص شغل جديدة، أكدت أنها فرص شغل جديدة، وللمرة الأولى عن طريق المركز الوطني للسجل التجاري سيتمكن المستهلك الجزائري والمواطن الجزائري عن طريق المنصة الرقمية من الحصول على أسماء هؤلاء التجار بمجرد الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي هذه السنة قد استحدثتها أو استحدثها المركز الوطني للسجل التجاري. وبالتالي هذه المبادرة، هذا الإجراء إيجابي جدا من الناحية أننا سنتمكن كما قلت من تأطير السوق الموازية، كذلك سنتمكن من خلق فرص شغل. والشيء الذي يمكن التحدث عنه أن هناك أكثر من 15,000 في سنة 2021، 15,000 شخص قد تقيدوا في هذه الطريقة، في هذه في السجل التجاري المتنقل، والهدف هو الوصول إلى 50,000 بنهاية 2023. وبالتالي ماهوش صعب، ولكن بتضافر الجهود، وهذا ما قام به السيد وزير التجارة وهو مشكور، ومصالح وزارة التجارة عن طريق الحملة الوطنية التي انطلقت البارحة ابتداء من 2 فبراير إلى غاية 9 فبراير للوصول إلى كل التجار الموازيين، كل الشباب خاصة الشباب منهم، وكل أشخاص من أجل إيصال المعلومة لهم. شعار هذه السنة، شعار هذه القافلة، أينما كنتم نكون معكم. وبالتالي نحن كاتحاد عام التجار في الجزائر قد انخرطنا في هذا المسعى، وكل مكاتبنا على المستوى الوطني منخرطين في هذه القافله ويتنقلون الى الاسواق الموازيه، الى الاسواق العشوائيه، والى كل النقاط التي من خلالها نستهدف الشباب والبطال، ونستهدف كذلك
الشباب الذين يشبطون في السوق الغير شرعيه لتعريفهم باهميه هذا السجل المتنقل. الهدف كذلك هو ادماجهم في صندوق الضمان الاجتماعي، سيتمكنون من الحصول على كل الامتيازات التي يتحصل عليها التاجر العادي، ومن بينها ومن اهمها هي الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء، يتمكن من التغطيه الاجتماعيه له ولعائلته. نعم، اليوم هذه الإجراءات وهذه الحملة التي تهدف إلى تخصيص التجار المتنقلين بأهمية هذا السجل المتنقل واندماجهم في السوق الرسمية، مثلما لها أهمية وإنعكاس على التاجر، لها إنعكاس أيضا على الاقتصاد الوطني من خلال استرجاع الأموال المتواجدة في السوق السوداء أو تقليصها على الأقل. حقيقة لها انعكاس جد ايجابي على السوق، على الاقتصاد الوطني بما فيها خاصة محاربة المضاربة، لأن الكثير من المضاربين الذين لا يحوزون على السجل التجاري قد وجدوا من السوق الموازية والسوق الفيضوية مكانا وملاذا لهم لتسويق سلعهم المضارب فيها والمحتكرة، وبالتالي هذا الإجراء سيمكن مصانع وزارة التجارة من فرض الرقابة الصارمة ومعرفة كل الناشطين في القطاع التجاري، بالإضافة إلى شيء آخر كنت قد تحدثت عنه وهو الحصول على الأموال في السوق السوداء وغيرها. من خلال هذا سنتمكن من أن يكون لنا إحصاء حقيقي لعدد التجار الذين يمارسون نشاطهم، ولكن التحدي الذي ينبغي رفعه هو كيفية حث هؤلاء الذين يشتغلون في السوق الموازية لإدماجهم في السوق الشرعية، وهذا ما نسعى إليه، وأكد أنه لا بد من تغافل الجهود لتحسيس هؤلاء وتواصل الجهود ليس في أسبوع فقط، وإنما أن تتواصل الجهود طيلة السنة من أجل استهداف فئة الشباب، لأنها كما أكدت أنها مناصب شغل أخرى. إذا تمكنا من الوصول إلى 50,000 شكل تجاري معناها 50,000 منصب شغل، ولما لا ربما 100,000 منصب شغل، لأنه كل تاجر ربما يعمل مع عامل أو شخص آخر، وبالتالي سنتمكن من القضاء على البطالة وخلق فرص أخرى للعمل. نعم، اليوم هذه الحملة التخصيصية مع كل التسهيلات التي أتت معها، البطاقة التعريف الوطنية وحدها تكفي للتسجيل في السجل التجاري، في اعتقادك هل سيكون هناك إجراءات عقابية ضد من لا يمتثل لهذه الحملة ولا ينخرط في السجل التجاري؟ ورهان لا بد رهان أن نستهدف وأن ننظم السوق الموازية من خلال هذا الإجراء ومن خلال هذه الآلية، السجل التجاري المتنقل، ولكن لا بد للضرب بيد من حديد لما تكون مثل هذه الامتيازات، مثل هذه التسهيلات، لا مبرر لأن يبقى أي أحد في السوق الموازية، لأن الدولة قد فتحت كل أبوابها أن تحصل على سجل تجاري بمجرد أن تكون لديك بطاقة تعريف وطنية، ما فيش شيء أكثر من هذا، وبالتالي النشاط في السوق الموازية غير مبرر. نعم. وهنا تبقى من صلاحية الرقابة الضرب بيد من حديد لتأطير هؤلاء الذين هم في السوق الموازية، وكذلك لفرض القانون، لأنه لا يمكننا بناء اقتصاد قوي دون تأطير أو تنظيم السوق أو القطاع التجاري، لأن القطاع التجاري هو العمود الفقري، ولا يمكننا أن نعطي إحصائيات أو أرقام أو نبني استراتيجية مستقبلية في قطاع ليس منظم، وبهذا الإجراء سنتمكن من معرفة الاحتياجات الحقيقية، عدد التجار الحقيقيين، وكذلك يمكننا أن نبني استراتيجيات لقطاع اقتصادي مستقبلي. نعم، نتكلم دائما عن العقوبات، في اعتقادك هل سيكون هناك أجل لتطبيق هذه العقوبات؟ ممكن فرصة ثانية للتجار الذين لم يسجلوا أنفسهم في السجل التجاري؟ ليس هناك أجل، وإنما ستكون الأبواب مراكز السجل التجاري مفتوحة. نعم. لكل الشباب الذين يذهبون طوعية، وربما سترافقه تلك الحملات بعد مدة إجراءات ربما صارمة لتطبيق القانون، لأن مهما كان أؤكد أنه مهما كان لا مبرر اليوم لأي شخص أن يمارس نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، لأن كل التسهيلات قدمت، وبالتالي يبقى فقط أن الدولة لابد أن
في نفس الوقت بالتوازي مع حملة تحسيسية لا بد من حملة رقابية أخرى لربما لمعاقبة الذين لا يريدون الانخراط في المساعي النبيلة التي سطرتها الحكومة من أجل تنظيم القطاع التجاري والقطاع الاقتصادي. نعم، ممكن كيف ستساهم هذه الإجراءات في المساهمة في تحديد الفئات المستهدفة على سبيل المثال قفة رمضان وغيرها ومنحة الفطر؟ نعم، الفئات المستهدفة معروفة وهي تنشط وكلكم ترونها في الشوارع وغيرها، تجار المواد الغذائية في سيارات وغير سيارات، طاولات موضوعة في حواف الطرق. يبقى أكد كذلك التحدي هو كيفية تأطير هؤلاء وإيجاد أماكن مخصصة لهم إلى تفادى الفوضى والعشوائية في القطاع التجاري، لأن ربما تحدي أكيد أنه لابد من تأطير هؤلاء وإيجاد أماكن مخصصة لهم لممارسة نشاطهم التجاري، لأنه كما لاحظنا تلك التجارة العشوائية كانت تمارس في الطرق وحتى في حواف الطرق وكذلك حتى في الأرصفة، وبالتالي نحاول نحن مستقبلا ان بالشراكه مع مصالح وزاره التجاره ومصالح وزاره الداخليه بما فيها الولايات والبلديات على ايجاد اماكن مخصصه لهؤلاء لما فيها المدن الجديده التي لا تتوفر على اسواق مثل ولايه او عينما او بوينان او غيرها، الاحياء السكنيه الجديده التي ربما لا تتوفر على كذلك الحاجات الضروريه للمواطن وغيرها. نحن نحاول ان نجعل من هذا الاجراء قيمة مضافة خاصة كما أكدت في شهر رمضان. نعم سيد بدريسي، ممكن المقصود من سؤالي كل هذه الإجراءات الحملة التخصيصية التي تهدف دائما لإدماج التجار المتنقلين في السجل التجاري، كيف ستساهم هذه الإجراءات في السماح للفئات المستهدفة من بمنحة البطالة وحتى من قفة رمضان في البروز؟ الفئات المستهدفة أولا منحة البطالة شيء آخر وقفة رمضان شيء آخر، هؤلاء الناس هم أشخاص عاديين ولكن لما يكون عنده قلب تجاري يصبح شخص ربما عامل لا يمكنه الحصول على منحة البطالة لأنه سيصبح تاجر عادي بكل الامتيازات الممنوحة، وبالتالي لا علاقة لها بمنحة البطالة أو بقفة رمضان. نعم، نتكلم دائما عن هذه الإجراءات وعن هذه الحملة، هناك تسهيلات مثل ما ذكرنا منذ قليل، بطاقة التعريف الوطني وحدها تكفي للتسجيل دون الحاجة إلى سيارة أو مكان للبيع. هنا قد يطرح البعض بعضا من التساؤلات وحتى الإشكالات في أنه هذا الإجراء سيسمح بتواجد هؤلاء التجار المتنقلين في كل الطرقات. نعم، هل ممكن سيكون إجراءات تصحب هذا الإجراء؟ نعم، هذا ما أكدنا عليه وما اقترحناه على مصالح وزارة التجارة، لابد من تأطير وتنظيم هؤلاء التجار المتنقلين من خلال التنسيق المباشر مع المصالح المحلية، مصالح الولاية ومصالح البلديات وكذلك اتحاد التجار وكذلك مصالح أو مديريات التجارة لإيجاد أماكن مخصصة لهم، ثم نقوم باقتراح أماكن ربما يكون فيها النشاط ناقص، كما أكدت ربما الأماكن التي أو الأحياء الجديدة التي لا يكون فيها نشاط تجاري، وبالتالي مرافقة هؤلاء، نسعى إلى مرافقة التجار المتنقلين كمرحلة أولى لتنظيمهم وكذلك توجيههم إلى الأماكن التي يمكن أن يمارسون فيها نشاطهم دون إزعاج الآخرين ودون أن يكون له أثر سلبي على المواطن. نحن هذا الإجراء جاء لتسهيل عملية اكتناء الاحتياجات الخاصة بالمستهلك الجزائري. هذا 120 نشاط ربما لو طلعتم عليها ليس فيها إلا البيع وإنما فيها تقديم خدمات، كل الخدمات التي يحتاجها المواطن الجزائري قد أتيحت اليوم للتجار المتنقلين للمشاركة أو القيد فيها، وبالتالي أي شخص له ربما أي حرفة وله مؤهلات يمكن أن يصبح مؤطرا ويصبح شرعيا من خلال القيد في السجل التجاري المتنقل ويمارس نشاطه. وأكدت من قبل أن الشيء الجميل أن هناك بطاقية وطنية أو منصة رقمية ستمكن المواطنين من معرفة كل تجار متنقلين للاستفادة من خدماتهم.
نعم السيد بدريسي، نتكلم دائما حول هذا الموضوع، حول الحملة التخصيصية التي أطلقتها وزارة التجارة. في الأخير لا بأس بأن نذكر هؤلاء التجار المتنقلين بأن الحملة متواصلة وبإمكانهم التوجه إلى الأماكن المحددة للتعرف أكثر حول هذا السجل. أكيد ليس فقط شيء آخر، أننا نتلقى إلى كل هؤلاء الشباب الذين يريدون أن ينظموا أو ينخرطوا في السوق الرسمية لحثهم وتحسيسهم وتوعيتهم وإيصال المعلومة إليهم، بالإضافة إلى أنها فرصة أخرى أننا على أبواب شهر رمضان من خلال النقاط والأسواق التضامنية التي ستنظمها وزارة التجارة يمكنهم أن يمارسوا نشاطهم كذلك في هذه الأسواق، وبالتالي يبقى عليهم فقط التحلي بالوعي والولوج إلى السوق الرسمية ليصبحوا أو ليتحصلوا على الامتيازات التي يتحصل عليها التاجر العادي، خاصة وقت ما تعلق بالتغطية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. نعم سيد عصام بدريس الأمين الوطني ومدير ديوان الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، شكرا لك على مشاركتنا هذا النقاش. شكرا، تحية لكم.